نحن طبعا الإمامية والماركسية التي تؤمن بأن يعني شنو الطور الأعلى من الاشتراكية إذا طبق في المجتمع يكون هو السعادة والعدل والكذا. فمن هذه الناحية صار بنائي على شنو مناقشة المقدمات الماركسية من أولها إلى آخرها، وفعلا حوالي 300 صفحة أو 400 صفحة من الكتاب على ضخامته مكرس لمناقشة الماركسية. يعني أن مناقشات الماركسية في اليوم المبروك خطوة متقدمة بعد فلسفتنا. متى بدأ مشروع الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي، وعلى ماذا اعتمدتم بها؟ وهل من الممكن اعتبارها دليل على اجتهادكم؟ لأنكم قد ناقشتم بتحليل قيم كثير من الروايات، وهو عمل الفقهاء في البحث الخارج. الحقيقة أنا تقريبا أقدر أقول منذ طفولتي، يعني لعله كان عمري 15 سنة ونحو ذلك، اطلعت على كتاب صغير اسمه المهدي لسيد صدر الدين الصدر الذي هو عم والدي، مختصر يقدم له مقدمة يقول بأنه وقع كلام في مجلس من المجالس أنه المهدي صلى الله عليه، هل هناك ورد في كتب العامة أخبار عنه أم لا؟ فبحثت فوجدت أنه بلي أخبار المهدي موجودة كثيرا في كتب العامة، فخصص الكتاب له. أي شنو؟ هدفه ضبط وحصر أخبار العامة الواردة في المهدي صلى الله عليه وسلم، وسماه بالمهدي، اسم الكتاب المهدي. من حينها كان نادر النسخ، والى الان هو نادر النسخ. من منكم راى؟ ماكو، معلش يعني مو هذا مطبوع طبعه واحده ومنتهي. ففكرت باعاده طبعه وتخريج رواياته، وثانيا شنو؟ ترجمه الأسماء الواردة فيه من رواة وغير رواة، وهذه مهمة ليست سهلة. وش وقت صح عندي العزم هم ما أدري، أكيدا بعد تخرج من كلية الفقه أكيدا نصيبك إلى مكتبة أمير المؤمنين، مكتبة الشيخ الأمين، وكان الشيخ الأمين الشيخ عبد الحسين الأمين حي يرزق، وأحيانا أشوفه مع الشيخ عبد الله شيء صالح، جامع لكثير من الشرائط، مهاب فاضل مدقق، دائرة معارف في بينك، ولكن لهجته تركية، يقلب القاف قافل، هذا مستطاع طبعا. ما تشاهد، فمشيت، كان موجود في دفتر، همشت كثير من الروايات وكثير من التراجم ولم أكملها حين. أنا سبحان الله، هي هاي النقطة. كيف لي من المراجع التي رجعت إليها والمصادر التي اعتمدت عليها أنه شنو؟ أن المسألة أوسع بكثير جدا من هذا الكتاب الذي عنده موسوعة، ولا بد من البعث عن كثير من النقاط التي هي محل سؤال وشبهة بالنسبة إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. فعزمت على أنه، ولا زالت يعني إلى حد ما هذه الفكرة قائمة، أنه أكتب مجموعة من الكتب أناقش فيها كل الأسئلة المحتملة التي يمكن أن تخطر على الذهن تجاه الإمام صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليست المسألة عشوائية، وإنما لا بد من حصر كل مجموعة أسئلة في كتاب، أسئلة متشابهة تخصه موضوعا. تاريخ الغيبة الصغرى، يعني انه شنو الاسئله التي تمت الى الغيبه الصغرى، مثلا الى ولادته والى غيبته والى نوابه ولا ذلك من الامور. تاريخ الغيبه الكبرى الذي هو نعيشه بتحليل يعرفه من قرا الكتاب، ثم بعد ذلك ما يخص ظهوره سلام الله عليه، انه ما الذي يحدث وما الذي يعمل وما الذي يقول، وفلسفه ذلك اجتماعيا ودينيا من المتشرع يعرفه حبيبي لعله ولا واحد. كتب تاريخ ما بعد الظهور طبقا لهذا الذي يقوله، و
بالنسبة إلى اليوم الموعود الذي هو الرابع في الحقيقة نسميه، يعني أنا قلت لأكثر من واحد أن اليوم الموعود بمنزلة الكبرى وتاريخ ما بعد الظهور بمنزلة الصغرى، أي أنه تاريخ اليوم الموعود يعطي القاعدة العامة وتاريخ ما بعد الظهور يعطي التطبيق لا أكثر ولا أقل مع الإشارة. فبالنسبة إلى اليوم الموعود طرحت الروح، هي طبعا الروح الدينية وربما يذهب إليها بعض الآخرين، أنه البشرية تصير إلى يوم سعيد عادل في المستقبل. وكان هناك مذهبان يرون هذا المعنى ليس أكثر، يعني كشيء رئيسي. نحن طبعا الإمامية والماركسية التي تؤمن بأن يعني شنو الطور الأعلى من الاشتراكية إذا طبق في المجتمع يكون هو السعادة والعدل والكذا. فمن هذه الناحية صار بنائي على شنو مناقشة المقدمات الماركسية من أولها إلى آخرها، وفعلا حوالي 300 صفحة أو 400 صفحة من الكتاب على ضخامته مكرس لمناقشة الماركسية. وفي آخر وهو أنه كتاب فلسفتنا كان صادق فعلا، وكنت أعلم أن الماركسيين ردوا على بعض مطالب السيد ليس بالتسمية وإنما يذكروها كمطالب ويناقشوها. فأنا حرصت على أنه أخذ أجوبتهم وأجيب عليها في اليوم الموعود، يعني أن المناقشات الماركسية في اليوم الموعود خطوة متقدمة بعد فلسفتنا، لا يمكن لفلسفتنا أن يتكفلها في الحقيقة، وهي أكثر تفصيلا. وأيضا شنو نصوص الماركسيين بألفاظهم ذكرتها وليس بفهمي، طبعا السيد في فلسفتنا لا يحكي كأنما هو يحكي، لا أنا قلت سبحان الله حينما طبع يعني ذكرها بعواميد ضيقة، أنه هذه هي النصوص، الروايات مثلا عن المعصومين وكذلك نصوص الماركسيين وكذلك نصوص أخرى كلها مفروزة في الحقيقة. وثم استنتجت النتيجة التي أريدها، وهو شنو أن اليوم الموعود إنما هو من اختصاصنا، أي من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وليس من اختصاص من شنو من يؤمن بالمادية وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. بقي الفقرة الأخرى من السؤال، وهو شنو، وهو أنه هل يدل على الاجتهاد أو لا يدل على الاجتهاد. بالحقيقة هذا كلام أقدم مني، لأن الرجل قدس الله روحه الزكية عنده فلسفتنا وعنده اقتصادنا جزئين وعنده كيت وعنده كيت، فكان يسأل الناس من حيني أن كل هذه الأمور شنو بحيث على أنه تدل على اجتهاده أم لا. أنا كنت أجيب بهذا الجواب، أن المستوى الذهني الذي يستطيع إنتاج مثل هذه المطالب والتفكير على هذا المستوى قادر على أن شنو على أن يستنتج هناك أيضا بنفس هذا المستوى. هذا هو صحيح، هي المطالب لا فقهية ولا أصولية ولا شرعية نقدر نسميها، وإن كان طبعا هي دينية بالمعنى العام، ولكنه بهذا المعنى لا تدل بالدلالة المطابقية والظهورية لا تدل على الاجتهاد، وهذا صحيح. ولكنه المستوى الذهني الذي ساعد على ذلك حتما يساعد على المستوى الذي يسموه بالاجتهاد في الفقه والأصول أكيدا. فأنا كنت أدافع عن أستاذي السيد الصدر بهذا الدفاع، فإذا كنتم تدافعون عني بهذا الدفاع أيضا إشكاله صحيح إن شاء الله، فكرة صحيحة في نفسي.